مساء الخير على حضراتكم. مصر تكتب صفحة جديدة من تاريخها المجيد. من ساعات أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات، وأصبح لدينا رئيس مصري منتخب بعد ثورة عظيمة أشعلها المصريون في 30 يونيو. كل التهنئة لكل مواطن مصري، لكل مواطن مصري شارك في هذا الحدث. كل مواطن مصري شارك في الحدث ده منذ 25 يناير 2011 لما ننتصر لثورة يونيو. لا تنسوا أن تنتصروا أيضا لثورة يناير، لولا يناير ما كانتش يونيو. كل التهنئة لكل مواطن مصري. عايزين بقى نحتفل وننهي كل الاحتفالات النهاردة، وزي ما قال رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب، من الغد يجب أن نبدأ العمل. العمل كل واحد في مصر لازم يؤدي دوره الفترة الجاية. قلت قبل كده كلنا في مركب واحدة، يا نطلع سوا يا نطلع سوا، مفيش بديل ومفيش طريق تاني. رئيس مصر القادم أو الرئيس السيسي خلاص أصبح هو الرئيس المصري السابع بعد ثورة يوليو. نحن يدا بيد مع بعض، الشعب والرئيس. كل التهنئة لكل مواطن مصري، بنشد ايدينا على الرئيس ونقول له هنكون معاه قلبا وقالبا كي نبني مصر اللي نتمناه. عايز اقول لحضراتكم وسط هذه الاجواء اللي احنا بنحتفل بيها واللي كلنا عايزين نقول خطوة فيها لقدام، بيتم التمهيد. عايز احذر حضراتكم والفت انتباه رئيس السيسي ان في فخ بيتحط له من دلوقتي، ولازم بعد ما يؤدي اليمين عليه انه هو يحاول ينهي هذا الفخ اللي هيتحط في طريقه، مش طريقه بس، طريق الشعب المصري. ايه هو الفخ ده؟ الفخ ده يا حضرات باختصار شديد هو قانون انتخابات مجلس النواب القادم.
المجلس ده يا اخوانا القادم عبارة عن فخ. الفخ هيكون ازاي؟ عارفين حضراتكم دستور مصر حدد صلاحيات لرئيس الجمهورية، وهي صلاحيات قليلة مقارنة بالدساتير اللي فات، وزود صلاحيات رئيس مجلس النواب وكمان صلاحيات رئيس الوزراء، وبالتالي رئيس الجمهورية هيكون ليه شغل كبير جدا مع البرلمان القادم اللي مفروض يكون بينه وبين الرئيس الجديد نغمة مشتركة أعمار يعني. لكن البعض، وبقول البعض النهاردة مش هنسمي أسماء، مش عاوز يكمل هذا الطريق، ومش عاوز النغمة دي تستمر، مش عايز يبقى في توافق بين رئيس الجمهورية القادم ومجلس الشعب. هذا البعض سواء بحسن نية أو سوء نية عمل فخ لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الفخ ده جه في قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد. ازاي؟ ركزوا معايا. مفروض ان مجلس الشعب ايام مبارك كان عدد مقاعده 444 مقعد نائب، يعني بينضاف ليهم 10 مقاعد يعينهم الرئيس، وبعدين تم زيادة عدد مقاعد البرلمان ايام مبارك الى 500 مقعد لما اتعملت كوتة المرأة، وقالوا هننتصر للمرأة دورة برلمانية واحدة، لكن هترجع عدد المقاعد لأصلها تاني. لكن في القانون الجديد لقينا اللي عملوا التشريع خلوا مقاعد مجلس الشعب كام؟ افتكروا بقى كان كام أيام مبارك؟ 444، رفعوه ل 630 مقعد. 630 نائب ليه؟ منهم 30 نائب يعينهم الرئيس، يعني 5% من أعضاء البرلمان القادم هيعينوا مع فتاح السيسي. ال 630 كارثة. هتقولي ليه؟ هقول لحضرتك. أول هام مجلس الشعب الحالي مكانه ضيق جدا ومفيش فيه أماكن لكراسي جديدة. هتقولي نبني مجلس جديد أو ننقل البرلمان لمكان تاني. هقول لحضرتك إزاي وإحنا ظروفنا الاقتصادية صعبة. كمان عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة. القانون محدد لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب راتب 5000 جنيه، وأكبر راتب أو لو خد بقى بدل جلسات والكلام ده ما يزيدش عن 20,000. طب إحنا منين عايزين نضيق الموازنة ونتقشف؟ ومنين بنرفع أعضاء مجلس الشعب ل 630 عضو؟ تاني هام، عايزك تحط نفسك مكان رئيس مجلس الشعب الجديد، هو بالمناسبة اسمه مجلس النواب. المهم رئيس مجلس النواب الجديد ده هيتعامل ازاي مع 630 عضو برلماني؟ اللي هو اساسا كان عنده مشكلة او صعوبة، اي رئيس مجلس شعب عنده صعوبة يتعامل مع 454 عضو، تيجي انت تزود له 35%؟ تالت هام، معنى الزيادة الجديدة في عدد الاعضاء ان بالتبعية كل محافظة هيزيد عدد نوابها في مجلس النواب. فاذا فكرنا بعد سنة 2-3 أو بعد 5 يعني إن إحنا نرجع عدد الأعضاء زي ما كانوا 444 وعدلنا القانون وقللنا عدد مقاعد كل محافظة، هتقابلنا مشكلة كتيرة جدا. إيه هي المشكلة؟ أولا إن كل محافظة هترفض تقليل عدد مقاعدها في البرلمان لأن خلاص خدت مكسب. رابع هام، إن رئيس الجمهورية الجديد الأصح الطبيعي انه بيتعامل مع برلمان طبيعي في 444 عضو. لو انت قاعد، لو انت مكان رئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع 440 عضو ولا 630 عضو؟ وكل عضو بقى ليه طلبات ودايرته وحسابات سياسيه. اخر هام، دوله الهند اللي عدد سكانها يقترب من 1.5 مليار نسمه، يعني قدنا 15 ضعف، عدد أعضاء البرلمان فيهم أقل من البرلمان المصري. أقل من كام؟ من 500 عضو. يبقى إزاي بقى عايزين تفرضوا على الرئيس الجديد 630 نائب وتعملوا هذا الفخ؟ طيب سيبك من اللي فات وتعالى سمعك الإفيه ده. السياسي البارز ورئيس لجنة الخمسين السيد عمرو موسى أعلن رفضه زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 630 مقعد، وقال الزيادة دي غير مقبولة وهتؤدي لضياع وقت البرلمان القادم بدلا من الاستفادة من البرلمان في اعداد تشريعات جديدة. تخيل لو انتوا قاعدين 630 واحد ولا 400 واحد. عمرو موسى قال الكلام ده لمين؟ لوزير شؤون النواب والعدالة الانتقالية واسمه المستشار امين المهدي.
طب المستشار أمين المهدي رد على عمرو موسى وكان معاه عدد من أعضاء لجنة الخمسين، قال لهم إيه؟ اسمع وعاوزك تتضايق معايا. قال السيد الوزير لافوت ضفوه: لا نية لتعديل القانون. يا راجل ده الناس جاية بتدردش معاك، بتتفاوض معاك، بتقول لك الهند المليار ونص ما فيهاش 630، ده هم 500 نائب. معنى كلامك يا معالي الوزير معناه ان اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطة. طب يا معالي الوزير، طب يا عمنا الوزير، الامور ما بتجيش قفش بعد ثورتين، خد ودي. طب هقول لك حاجة معالي الوزير، تقدر تقول لي على الهوا ايه الحكمة من زيادة المقاعد؟ هو كده، هو رأيه هو كده. عاوز اقول اللي حطوا قانون انتخاب البرلمان القاضي الجديد عيب، عيب والله اللي بيحصل ده. احنا عاوزين نقف مع الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، بس بالشكل ده انتوا بتفخخوه وعايزين تفشلوه. ارحموا البلد بقى من الافكار دي، احنا مش ناقصين ناس ظهورات جايه تتعلم فينا. كلامي صح ولا غلط يا اخوانا؟ عايزكم تشاركوني سواء الاحتفال ب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم عبد الفتاح السيسي رئيسا سابعا لجمهورية مصر العربية بعد ثورة يوليو، أو تعليقا على الفخ اللي بيتنصب للسيسي من الآن. ليس انتصارا للسيسي ولكن انتصار للدولة المصرية، عايزينها تتقدم خطوة لقدام. كلموني من أي تليفون محمول على 137، وبعتوا رسائلكم على 911-72، وكلموني من اي تليفون ارضي على رقم 0900-9900. ولحد ما اخد اتصالاتكم خلوني ارحب بضيوفي في الاستوديو. اهلا بحضراتكم، منورين معنا. اخد استاذ خالد من عين شمس، اتفضل يا استاذ خالد. ازيك استاذ محمد، مبروك لمصر رئيسها الجديد، وانا مبسوط لفرحه الناس في الشوارع. بس هو حضرتك بتقول القضية مهمة جدا، الشعب بتاعنا البرلمان الجديد اللي جاي اللي هو هيبقى أهم برلمان في تاريخ مصر بعد ما الدستور تاخد صلاحياته. نعم. هو اللي يعمل الحكومة. نعم. احنا كده بنحوله لحاجة حاجة بنضعفها، 630 نائب، احنا كان عندنا النائب في الدايرة بتاعتنا لما يجي الباب تاخد 4 دقايق. أمال ب 630 نائب هياخد قد إيه في الاستجواب؟ هيكلمه في قد إيه؟ معاك أستاذ خالد بشكرك. خليني اخد استاذ عبد العليم حسان، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العليم حسان، احنا نتمنى الاول الف مبروك لسياده المشير عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس بقى ما بقاش مشير، مشير سابقا يعني، ورئيس جمهوريه مصر حاليا، والف مبروك للشعب المصري كله. احنا بنتمنى ان مجلس الشعب القادم ان شاء الله ان يكون مجلس شعب قوي يعبر عن الشعب المصري وعن طموحاته. نعم. ويعبر عن الرجل الفقير الاول. طب انت موافق على الرقم الكبير ده 630؟ انا طبعا مش موافق على الرقم الكبير ده، لان ده هيعمل تكدس وهيخلي كل واحد ما ياخدش مساحته في رايه ولا يعرض مشاكل دايرته. اشكرك. خليني اخد هشام المهندسين، اتفضل استاذ هشام. معلش هو بس العدد طبعا هو رقم مستفز جدا يعني. الحاجة الثانية، أنا بس بتكلم على أول جلسة اللي هي الجلسة البروتوكولية بتاعة مجلس الشعب. بيقوم فيها هيقوم بقى في الحالة دي 630 واحد يقوم ورا بعض وكده، والأولاني أقسم بالله العظيم أنا أرى وصالح مش عارف إيه والكلام ده كله. حضرتك متخيل 630 واحد هنقعد مثلا فيها حوالي 15 16 ساعة عشان يقولوا القسم ورا بعض. تخيل. ليه ما يبقاش أول حاجة بغض النظر عن زيادة العدد ان الناس كلها تقوم مع بعض مره واحده، ارفع ايدك فوق، اقسم بالله العظيم، نقول له قسم مره واحده، زي مثلا الكليه الحربيه، كليه الطب، الكلام ده كله. ده اول حاجه، لان دي حاجه مستفزه جدا. نعم. كل المجلس الشعبي اللي فات. نعم. اتمنى ان هم يحطوها في القانون، ان هو يبقى يا جماعه القسم يقولوا كلهم 630 ولا 440 مره واحده. الحاجه الثانيه، بالنسبه للحصانه بتاع مجلس الشعب، الحصانه انا نفسي انها لا تطبق على قانون المرور. اي حصانه لقاضي او عضو مجلس الشعب لرئيس الجمهوريه لا تطبق على قوانين المرور. واشكر حضرتك يا فندم. شاركوني على الفخ اللي بينصب لرئيس الجمهوريه القاضي ب 630 نائب، وش كده بينفخخ الدوله المصريه في صوره رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. اخد ام شروق من الاسماعيليه، اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله.
انا الاول بهني مصر كلها بفوز الرئيس السيسي، وكنت بتمنى ده من بدري بصراحه، والحمد لله. الف مبروك او تحقق. وبتمنى حاجه واحده منه بس، ان يزور اسماعيليه ويشوف طلبات شبابها، علشان خاطر في ناس كتير مستنيه انه يغلط ومستنيه انه ما يشوفش طلبات الشباب او البلاد اللي حوالين القاهره او كده، لكن انا عايزاه يوري الناس كلها ان هو بيهتم بجميع محافظات مصر، مش محافظه او يهتم بالقاهره بس وكده، لا جميع المحافظات بس. ده اللي بقوله. اشكرك ام شروق، بس خلينا نقول ما يزورش اسماعيليه بس، يزور كل المحافظات. ومعايا رجاء من السويس، اتفضلي. ايوه انا الحاجه رجاء، اهلا بحضرتك. ايوه الله يخليك، انا ببارك للسيسي وبارك للفريق فضي بتوع الجيش، روحنا اله يحميهم. الله يبارك لك. واللي بيقولوا الكبار، انا عندي 60 سنه بس معايا اولادي انتخبوا فيكي 8 شباب. ربنا يخليهم لك ويا رب الخير لمصر. نطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم تشاركوا معانا ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، ايها الشعب الابي الكريم، تختلط مشاعري اليوم ما بين السعادة والتطلع. السعادة بما حققتموه من إنفاذ لإرادتكم الوطنية في مشهد ديمقراطي راق ومتحضر، والتطلع لأن أكون أهلا لثقتكم الغالية التي حملتموني أمانتها. إن ما حصلتم عليه اليوم في تلك اللحظة الدقيقة والفارقة من عمر الوطن، من استحقاق رئاسي كثاني استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، جاء كنتيجة مستحقة لما قدمتموه من تضحيات على مدار ثورتين مجيدتين في 25 من يناير والثلاثين من يونيو، استهدفتم فيها تحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة. أبناء مصر الكرام، أتوجه إليكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من نموذج ديمقراطي مشرف. أشكر ملايين المصريين الشرفاء داخل الوطن وخارجه، الذين اصطفوا أمام صناديق الاقتراع من أجل كتابة مستقبل مصر. وأشكر قضاة مصر، حراس العدالة، الذين أشرفوا بنزاهة وشفافية على العملية الانتخابية. كما أتوجه بالتقدير والعرفان للمجهود المدني الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، جناحي أمن الوطن، من أعمال لتأمين الانتخابات بعزم واقتدار. والشكر أيضا للإعلام المصري لما قام به من تسجيل موثق للعملية الانتخابية، أتاح للمواطن المصري حقه في معرفة الحدث لحظة بلحظة. وأتوجه بتحية خاصة للسيد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي والذي وفر فرصة جادة لتحقيق المنافسة الانتخابية، وأقول له وللمصريين جميعا إنني أتطلع إلى استمرار جهدكم وعزمكم في مرحلة البناء المقبلة. أبناء الشعب المصري العظيم، أخاطبكم جميعا، لقد أديتم ما عليكم وحان وقت العمل. العمل الذي تنتقل به مصرنا العزيزة إلى غد مشرق ومستقبل أفضل. العمل الذي يعود به الاستقرار لهذا الوطن، لينطلق إلى آفاق التقدم والرقي الذي يستحق هذا الشعب العظيم. إن المستقبل صفحة بيضاء، وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا، عيشا وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. فإذا افترقنا نقود قد أخطأنا في حق الوطن وأنفسنا وأبنائنا، وإن تعاوننا على العمل والبناء سنملأها بما نتمنى لوطننا من رفاهية وازدهار، وبما نأمل لأبنائنا من عزة وفخار، وما نرجوه لأنفسنا
من عيش كريم وانتصار. إن ثقتي بالله عز وجل ثقة مطلقة بلا حدود، كما أثق بوعيكم بما يواجه الوطن من مخاطر. فلنعمل معا بنية صادقة وإصرار على تحقيق النجاح، نبتغي رفعة الوطن ومصلحة الشعب. أجدد شكري وتقديري واحترامي للجميع. حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأبي، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.